نسيون نعرفوه ما يغنيش باش يعيش ويعيش باش يغني، عايش بغنياته وعايش للناس. هو فنان يواصل على خطى بيرم التونسي وزكريا أحمد، عاشق كل الألحان، سفير الأغنية العربية واللحن الراقي عبر 40 سنة. عصام التكوين. تولد الفنان لطفي بوشناق في جنف في 1952، تحديداً في رباط الحلفاوين في تونس العاصمة، وسط 9 أخوة أبو صعيب. كان مستحيل يتقبل فكرة أنه واحد من أولاده يكون فنان، لكن الغرام كان أقوى. وعلى ثراء الموروث الشفوي والموسيقى الأندلسية كبر الفنان من باب سويق المعهد خزندار وصولاً للمعهد الرشيدي للموسيقى، وين تعلم أول مبادئ الغناء وطرق التحكم في الصوت، وكان يسمع برش أغاني لأم كلثوم وغيرها من فنانين العصر الذهبي للموسيقى العربية، وتخصص تدريجياً في العزف على آلة العود. في المدينة العربية عاش لطفي بوشناق طفولته، تربى على الأصالة، التجذر، حب الوطن وقداسة الأرض، قيم ومبادئ رافقته طيلة مشواره الفني، وكانت طاغية على جل أعماله اللي اقترنت زادة بالطابع الصوفي والتراثي. أهم فترات مسيرته وقت اللي كان مدير مركز الخطوط الجوية التونسية بمصر، الشيء اللي خوله الاحتكاك بكبار الفنانين الموسيقيين على غرار أحمد صدقي، السيد مكاوي، محمد النوبي، وعبد السلام أمين، وبرشا غيرهم كان عندهم أثر في حياته، وتعلم منهم فن الموسيقى واللحن على قواعد صحيحة. والشوق لاعجه بقلبي خياما. عاش في حارات مصر القديمة وخالط ناسها واستلهم منهم فنه. بنى حواريها، بنى شوارعها، جنوا في جن المتعايد. مغلب وقته كان للبحث والتعمق والاكتشاف، وكانت القاعدة الأولى والأساسية لنجاحه هي التواضع وحب المعرفة. لطفي بوشناق تغنى بمصر وتغزل بتونس. تونس أنا وعلى الحب ربي تولي بحق عيوني. غنى للعراق واليمن، ولحن للجزائر وللشاب خالد في بداياته، كما زاد لحن للسينما المغربية. كان له مشاركات في السينما والمسرح مع كبار الجيل المؤسس المخرجين في تونس. ليلى، اثنين عايشين، غنى للي نسيتهم لغاني أنا حبيت، أنا المواطن، رسالة إلى الأمة، ريتك ما نعرف وين، العين اللي ما تشوفكش. تغنى بالأم، وين تروح. تغنى بأسماء الله الحسنى في عمل تاريخي يحتوي على 600 بيت شعر. غنى للطفولة، مي مي. غنى للوطن العربي وقال أنا العربي، عش يا بلدي، تجمعوا، الأرض أرضنا. أنا مليح طول عمري ضد الريح. لطفي بوشناق يرفض الانسياق في التيار والتشبه والانصهار في المعهود، اختار الصورة على طريق الصوت وما يستحقش الترويج الفني. اعتل الفنان لطفي بوشناق أكبر المسارح العربية، وغنى وأطرب في كل المهرجانات في العالم العربي، وتجاوز العالم العربي وغنى على ركح قاعة ألبرت الملكية في لندن. كان سفير مهرجان سراييفو للأغنية الشرقية، ورافق الديفا الباكستانية أبيرا بارفين بمهرجان الموسيقى الصوفية بالهند. اعتلى أكبر المسارح وتعدى في أعرق المهرجانات من باريس لطوكيو للرباط، دار العالم الكل كأول فنان عربي سفير للأمم المتحدة للنوايا الحسنة. حاور العالم بلسان عربي، فغنى على الموسيقى السيمفونية لستراوش، شوبان، وتشايكوفسكي. غنى وأطرب العالم، بكى وبكى. خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن. اليوم كل ما يتمناه لطفي بوشناق وطن كريم يحترم الإنسان، يحضن الفنان، صاحب رسالة فنية، مسيرته تحمل فكرة ومشروع يتواصل لليوم والغدوة والأجيال بعده. مدرسة وقامة فنية عمره ما بحث على موقع في الساحة الفنية قدر ما يبحث عن موقع في التاريخ، بصمة تبقى في الذاكرة. لطفي بوشناق وقع تكريمه من طرف رئاسة الجمهورية التونسية، تكرم من جل الدول العربية وفي عديد المهرجانات الدولية عبر العالم. عام 1977 غنى الشاب لطفي بوشناق ذو 25 سنة أول مرة أمام جمهور، وأقنع بصوته وانطلقت مسيرة 40 سنة فن. سعيد جداً بتواجدي معكم، وإن شاء الله أتمنى على الله أن أكون في مستوى هذا التقديم. ارتحت وما يهمنيش خسرت ولا ربحت،
وما دامني رغم الألم وجروحي ما بعت نفسي وما رخصتش روحي، وما دامني عشت الحياة بوضوحي حتى يقولوا فشلت أنا نجحت، وما زلت شادد صحيح وما يهمنيش نطير عكس الريح، ومحسوب وكان نطيح تعودت ياما في حياتي تحت، ورجعت عايش بالأمل في حياتي، ورجعت وتعلمت من غلطاتي في أصعب ظروف ثبت فيها ذاتي، وكيف ما بكيت اليوم هاني فرحت ونحب كل الناس، وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس الحمد لله فين كنت وفين أصبحت، وما دامني ما نحب كان الخير، وما دامني صابر وقلبي كبير تفراج مهما في حياتي يصير، لظلمت غيري لنهار جرحت وارتحت. والشرف كل الشرف اليوم المهرجان صفاقس الدولي في عيد ميلاده 40 أنه يكرم بكل حب وتقدير واحترام 40 سنة من الخلق الإبداع، فخر تونس والعالم العربي، ويشكر الإنسان والفنان. شكراً لطفي بوشناق.